السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. والنهاردة معلش اتأخرنا طبعا عن الفلوج بتاع مول سيد البلوي، بس الظروف طارئة كده. بس يا جماعة هنا طبعا اهل طنطا عارفين انا فين، انا هنا كده في ميدان فتوتة، رايح يمة سيجر مش رايح يمة المسجد البلوي. وتقريبا انا ما رحتش يمة المسجد البدوي، الناس اللي هم جايين بس للمدح والسيد البدوي بيروحوا يمة المسجد. اليمة التانية بقى بيبقى في مدح برضو كده، بس الملاهي بقى والمراريح والقصب والدنيا الحلوة بقى والزحمة والعربيات اللي هي الكار، زي ما انتم شايفين كده برضو الناس الفلاحين الطيبة ودول بقى، وانت ماشي بقى كده ايه في وسط الزحمة كده يعني. طبعا السيد البدوي حاجة جميلة جدا، بس الاهل طنطا بيبقى مقرف. الحمد لله يعني انا مش عايش في طنطا دلوقتي، قاعد في القاهرة، وبنزل اقرفكم برضو ونوسخ ونمص قصب ونهدل الدنيا. هنا طبعا اهي الملاهي، هي زي ما انتم شايفين مراجيح مول السيد البدوي. هنا لهي الصوت عشان كان في مهرجانات حمو بيكا بقى وكده، عشان ما يجيلناش حقوق نشر. العربيات دي عربيات الكهرباء والساقية الكبيرة. طبعا في شباب بيجروا حواليا، كانوا بيجروا ورا بيت طبعا معرفش كانت نازلة عاملة نفسها حاجات غريبة يعني، فليهم حق الصراحة يجروا وراها. علينا، خلينا في مراجيحنا. ده دلوقتي كده يا جماعة كانت الساعة 1 بالليل، يعني كده كان المولد مش خلص، بس يعني الناس مش بقى. ده قناع الجوكر لقيته، كان الفيلم لسه نازل، وطبعا لازم نصور قناع الجوكر. سبايدر مان طرابيشو الطربوش. انا كده هنا كنت تقريبا وقت مستني كوارشي ينزل، كنت مستني كوارشي. ايوه بقى الاناكوندا بقى يا جماعه، الاناكوندا مش عند اي حد، عندنا احنا وبس. ايوه هنا بقى كويس، مستني كوارشي. هنا بقى الناس كارشة بقى حمص، طلع من النور بلا حمص. هنا في الموقف ده وانا واقف هنا مستني عرفت ايه القصة، بيبقى محطوط الحمص ومحطوط الحلاوة ومحطوط كل حاجة ومولد والناس رايحة جاية. شفت ناس فلاحين كتير بيكبشوا بايدهم كده ياخدوا شوية حمص وهما ماشيين، يقعدوا بقى ياكلوا بقى حمص ببلاش بقى، بيبقى طبعا سارقينه يعني، بيبقى سرق. بس هو ده المولد، طلع من المولد بلا حمص. اديكم شايفين طبعا الارض مليانه قصب، مولد السيد البدوي كله مص قصب. طنطاويه طبعا بيتضايقوا طبعا، سيب الدنيا وسخه، بس يعني المحافظه خلاص يعني، احنا عندنا محافظه الغربيه بعد الكلام ده ما بيخلص، بعد الليله الكبيره. الليله الكبيره دي بتبقى يوم الجمعه والخميس، بعد ما بتخلص بينضفها على طول، ويبقى في امن واستعدادات في المحافظه ورزق داخل للناس طبعا. هنا انا كده داخل عند بيت كوارش. هنا بقى السندباد، فكرتني باللعبه اللي في السندباد اللي هي اسمها السجاده، بس طبعا مش بنفس القوه يعني، بس انا طبعا بخاف اركب الحاجات دي عشان انا جسمي تقيل، ولو وقعت ولا حصل حاجه هزعل جامد جدا 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 جدا. فاحنا ايه بقى في اتفرج كل من جديد وخلاص. لكن انا كراجل كبير لا، انا تافه جدا واركب مراجيح واتمرجح واتزحلق والدنيا جميله جدا، بس الكرش هو العائق الوحيد للتالي. الناس القريبه مني عارفه ان انا كنت بتزحلق من سنه ولا من سنتين، وعندي الفقره الرابعه في العمود الفقري اتكسرت، وقصه كده نبقى نحكيها في القناه الناس اللي متابعانا، بس مش دلوقتي. ادي يا جماعه اهو دلوقتي انا رايح على المصرح اللي بعديه، بس انا مش عارف مش فاكر ايه اللي هيحصل. كوارش هينزل وهنركب العربيه وهنروح مشوار مهم جدا. دلوقتي ادي النفق اهو، النفق المحطه. طبعا الناس ماشيه بقى تسقف وتغني، وعربيات الكار وعربيات الكار دي بتنزل طبعا بتاخد الناس. الواحد ب5 جنيه تاخد من السيد البدوي السيجار، السيجار دي الحته اللي فيها المراجيح، السيد البدوي اللي هو المسجد المقام بقى الكبير، مش اللي هي السيد البدوي. طبعا احنا عندنا في طنطا السيد البدوي يعني في ناس بتحبه وفي ناس بتقول عليه بدعه، وفي ناس كده وفي ناس كده وفي ناس كده، بس كله في وقت المولد بينزل يستمتع، سواء بقى بدعه بقى سواء مش بدعه. احنا نازلين احنا ما بنسجدش غير لربنا، لا اله الا الله محمد رسول الله.
بس وبنبسط بقى نص قصر. شوف الزحمة كده، الحكومة هي طبعا مأمنة جامد جدا، مأمنة جامد جدا جدا جدا، والحمد لله يعني عدت على خير. كان في ناس عمالة تقول تفجيرات هنا في الوقت ده يا جماعة، كان أيام محمد علي لما طلع وكانت ثورة وهنعمل ثورة وبتاع، فكان في خوف. هنا بقى الزحمة بقى والمدعكة والطينة والأرض الحمص. أرض الحمص دي يا جماعة دي أرض بيتزرع فيها حمص ويتوزع الحمص على الأرض لحد ما ينشف عشان يتعمل. فالأرض دي بعد ما أرض كبيرة كذا فدان، ممكن توصل يعني 100 فدان ولا حاجة، أرض واسعة قد المطرية مثلا، كبيرة أوي، بتتشال وتتبني عليها خيم زي ما تشوف كده مدحين مثلا، الدراويش مش عارف ايه، الصوفية عاملة خيم، مش عارف ايه عاملة خيم. طبعا هنا اللي بيخش بواحدة ست في المكان ده بتطلع حامل، يعني الدنيا زحمة وديكم شايفين نص زحمة. هنا كده كانت واحدة ولا 12 بالليل، بص كل رجالة وكل شباب كله بيخش بقى، بيبقى فيه أكل جوه طبعا مش ببلاش، بس يعني اللي ببلاش البقسماط والدق، ناس بتيجي توزع البقسماط ودقة، والدنيا جميلة. ايه ده يا جماعة، خيام يمين وشمال، طبعا في ناس بتبات، أهالينا اللي بيجوا من حوالين طنطا ويباتوا. ايوه بقى فقرة السهل، هسيبكم بقى مش هتكلم هنا كتير، سيبكم تتفرجوا على الفقرة دي. انا دافع 5 جنيه تذكرة عشان تتفرجوا على الفقرة دي. بس عادك كيف طنطا وانت حر، ليكش تنطلق عليك الطلاق ان حد يقبل عليك الطلاق. طلاق من مين؟ طلاق من امك وشكلك يعني على القرع ستة. طب تعرف تغني؟ صوتك رواق. طب يلا غني لست ام كلثوم. مين اللي خرطوم دي؟ يا ابن ست ام كلثوم انا عايز اتجوز يا ابني. عايز ايه؟ اتجوز. عايز تتجوز؟ وانت بتشتغل ايه عشان عايز تتجوز؟ ميكانيكي. تشتغل ايه؟ ميكانيكي. نيكي كوانيكي. ميكانيكي عربيات؟ لا. طب غني وانا اجيب لك عروسه. اقول ايه؟ واروح لمين؟ روح لنا. النار نار نار. قلناك رجح نار. خش في الموضوع. انت لنا قطوع. الاكلك منين يا بطة؟ من الرجليه يا ابن القرعة. قال لهم سلام عليكم للعاب السحرية. وشك من الحيطة ورجلك ليا. يلا نسقفوا شكوا فيكم. شكرا ليكم. شكرا. اللقاء. وحسن اللقاء معتنا فقط في البرنامج مع الساحر ريش العجيب. كلنا سقف له ونحييه. ناخد بالنا من الساحر وملعبه. برافو. كوره كوره شقيه بتسمع الكلام. كورة كورة شوية بتسمع الكلام. كورة لا بتتاكل ولا بتتشرب. واحد في الهواء كورة وقت اتنين قاطع واخدص. برافو عليك. كورة اتنين تلاتة اربعة. كورة اتنين تلاتة عمل فرطة حلق. برافو. كورة كورة كمان. حاضر يا عم احمد. برافو. كورة من عينه تطلع من بقه. كورة كمان تيجي من بقه تطلع من عينه. لا لسه اهو. برافو عليك. كورة اتنين تلاتة اربعة. برافو. كورة كمان نسقف لون حقيقي.
فين السقف؟ نمت ولا ايه؟ فاصل اخر. قاطع واحجز يلا بره. قاطع واحجز للحفله الجديده والدور الجديد. كده صفى المناديل قبل كان كورا نسقف لهم حريفين السقف. شكرا للساحه الريشه وشوف بره بيعمل ايه. اللقاء مع لعبة الموت بالكهرباء يلا. تالت فقرة وهي لعبة الموت بالكهرباء. قاطع واحجز وشوف الساحر بيعمل ايه. اي بني ادم في الدنيا ربنا خلقه لو مسك اي سلك من الكهرباء من غير ما يكون في عازل يتكهرب ويسعد ويموت في الحال. كده بنوصل سلك ويلف السلك من غير عازل على ايديه. وصلت كده من ايديه بتنور بعيد. لا مره كمان كمان مره كمان مره. برضه اللي اي حد نفسه يمسك السلك اللي في ايده لو ما لقاش فيه كهرباء ياخد جايزه 1000 جنيه. في حد نفسه يطلع يمسك؟ عايزين واحد كبير في منبوق اللي بيشرب منه الميه كمان. شوف الساحر الريشه بيعمل ايه. كده مره كمان مره نسقف له الحقيقه يسقفوا له. شكرا. اللقاء مع اخر فقره في البرنامج والبنت اللي بتطير في الهواء. يلا يلا يا ريشه. البنت اللي بتطير في الهواء. نعاع الساحة الريشة كلنا نسقف لهم حقيقي. يلا قاطع واحجز يلا بره لحفلة جديدة ودور جديد. خد مين؟ كده بيلف بملاية تسمى ملاية الرحمة وملاية الإخفة. كده يشاور عليه يعلى ويرتفع. الله أكبر بسم الله. وريشة بيطير كده. هنشيل الأريكة من تحتيه نسقف له ونحييك يا فين السقفة. هيعدي من تحتيه اللي ما شافوش وهو كده تحتيه فاضي في إفاضي. فين التحية والسقفة الجامدة بقى؟ هرجع الأريكة مرة كمان واللي ما شافوش وهو بيطير يشوف وهو بيهبط ويعود يهبط ويعود. الله اكبر بسم الله. شوف العجائب وتحقق. لا عقلك منك تاه تحتار تكذب ولا تصدق. بني ادم وطير في الهواء رجع سالم غانم مطمئن لارض الله. عندما صحيح على المسرح كلنا نسقف ونحييه. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. واذا كان عرض السلك والبرنامج طلع السماعة بره. وبكده يا جماعه نكون خلاص خلصنا الفلوج. معلش كان سيء جدا الفلوج عشان انا ما بعرفش يا اما اصور يا اما استمتع بالمولد. وانا الصراحه بحب استمتع بالمولد عشان ليه ذكريات جميله طفولتنا كلها وحياتنا كلها في طنطا. بحبك يا بلدي. طبعا مش عارف اقول ايه. مش عايز بقى في التعليقات بدعه ومولد السيد ومش بتاع. فكك من الهري ده. احنا بننبسط وبفرجكم على المتعه اللي بتبقى موجوده. انا فاكر وانا عايل في ثانيه ثانوي ولا في اولى ثانوي وانا قاعد في الحته اللي هي في سيجار ديت اللي فيها الخيم وكده دخل علينا حد كده شعره طويل وابيض وامن والدنيا فجاه فجيت في وسط الزحمه وعرفنا ان كان سفير امريكا. والكلام ده كان في 2009 تقريبا 2008 كانوا نزل في الاخبار. فيعني ملتي السيد البدوي استمتعوا بيه. استمتعوا يا جماعه بحياتكم. استمتعوا. مش عايزين اكتئاب ومش عايزين حد ينتحر. مش عايزين ام قرف. خلينا نعيش على راي تفتح السبعين سنه ولا الخمسين سنه على خير. يلا لو عجبك الفيديو يا ريت تسيب لنا لايك وشير وسبسكرايب. ما عجبكش الفيديو يا ريت تسيب لنا لايك وشير وسبسكرايب برضه. استنى رخم يعني. يلا سلام.